مرحبا واهلا وسهلا فيكم في موقع كراج دوت تي في. اليوم احنا في تجربه قياده مع الفوكس فاجن طوارق موديل 2019. هذا هو الجيل الثالث من السياره. السياره الان صارت اوسع من اول، اخف بمقدار 120 كيلوغرام، والسياره ارتفاعها اقل. السياره بيجي عليها محركين، في عندك 2 لتر 4 اسطوانات بقوه 250 حصان، وفي عندك 3 لتر عليه تيربو بقوه 340 حصان، هو 3000 سي سي. السيارة بيجي عليها أكثر من درجة. الشيء المميز الآن أنه صارت مثلاً زي الار لاين، صارت باكيج مش درجة، يعني بإمكانك تركبها على أي درجة موجودة حتى على 2 لتر. السيارة في الإمارات بتبلش من 192,450 درهم إماراتي مع الضريبة، أعلى واحدة فيهم بتبلش من 240,000 درهم إماراتي طبعاً مع الضريبة. السيارة صار شكلها أجمل من أول، صارت تحسها بتعطيك فخامة أكثر. أنا عجبتني المصابيح الأمامية والخلفية، تصميمها كثير رائع وجميل. السيارة إجمالا صار شكلها حلو، صارت هيك تحسها أضخم وأحلى من جوا. أكثر شيء عجبني وبصراحة هذا هو كان الهايلايت للسيارة كلها، هو الشاشة اللمس اللي بالنص والعدادات، كله ديجيتال. الشاشة حجمها 15 إنش، العدادات صارت شاشة ديجيتال بحجم 12.3 إنش. شكلهم كثير حلو، أنا حبيت كيف مدخلينهم جوا التابلو، مش إنه طالعين برا، لا داخلين جوا التابلو. شكلهم كثير حلو بصراحة. السيارة من جوا أنا حسيتها حلوة، فيها لمسات خشب، الماتيريال يعني مش أفخم شيء ولكنها جميلة لهيك سيارة. السيارة طبعا من الأشياء الجديدة عليها صار في عنا الهيد أب ديسبلاي، صارت تعمل بروجكشن او تبث على الزجاج الامامي مش على قطعه بلاستيك. هاي من الاشياء اللي جد موجوده بالسياره. عندك من ناحيه الاطارات في عندك من 18 ل 21، عندك 19، عندك 20، زي ما بتحب طبعا حسب الفئه. الطوارق الجديده هي اول سياره من فوكس فاجن بيجي عليها نظام التوجيه بالعجلات الاربعه. على السرعات المنخفضة العجلات الخلفية بتنعطف باتجاه معاكس العجلات الأمامية عشان تعطيك دائرة التفاف أصغر، بينما على السرعات المرتفعة العجلات الخلفية بتنعطف بنفس اتجاه العجلات الأمامية عشان تعطيك ثبات أكثر على المنعطفات. السيارة ممكن يجي عليها باكج، هاي اللي هي أنظمة الأمان، يعني في عندك موجود نظام مراقبة الحارة، إنه إذا السيارة قاعدة بتنجرف برا المسار اللي أنت فيه السيارة بتنبهك وبترجع لوحدها. في عندك واحد من الأشياء الثانية، إذا كنت على تقاطع ومش شايف مزبوط وقاعد بتطلع والسيارة حستك راح تضرب في السيارة راح توقف لوحدها. إذا كنت قاعد بتغير المسرب تبعك وحست السيارة إن أنت ممكن تعمل حادث، عندك بتشد حزام الأمان، بتسكر الشبابيك، بتسكر فتحة السقف حتى تخليك في أمان. طبعاً في عندك كمان موجود نظام تثبيت السرعة التفاعلي، وفي شغلة جديدة اللي هي النايت فيجن، إنه بتنتبه على الأشياء اللي بتتحرك، يعني حيوانات أو أشخاص إذا ما كنت شايفه بتبين عندك على الشاشة، وحتى لو أنت ما هديت السيارة لحالها بتعمل بتضوي عالي حتى تنبه الشخص أو الحيوان الموجود على الطريق إنه في سيارة جاي ابعد. اجمالا السيارة حلوة، ادائها حلو، عجبتنا على الطريق، عجبتنا شوي على طرق وعرة مريحة. مكانك تطلب كمان موضوع الاير سسبنشن، انه عندك بصير السيارة مريحة اكثر واكثر. اجمالا قيادتها حلوة، شكلها حلو، الطوارق يعني ممتازة، اثبتت وجودها خلال السنوات الماضية، باعوا منها كميات كبيرة كمان، فهذا بيثبت نجاح هاي السيارة. فاجمالا السيارة كثير حلوة، ان شاء الله راح يكون في تجربة قيادة مفصلة قريبا، وشكرا على المتابعة.